أهلا وسهلا بكم، حياكم الله في هذا أول فيديو لشرح منهج سوبر جول 2 إنجليزي ثاني متوسط، وسوف أقوم إن شاء الله بشرح كامل الوحدة الأولى وترجمها لكم وأقدمها بشكل سهل وبسيط لجميع طلابنا وطالباتنا. أسأل الله لهم التوفيق والنجاح في دراستهم، لكن أريد فزعتكم، أريد مساعدتكم. القناة ضعيفة، القناة لسه صغيرة، أريد عدد 1000-2000 متابع في فترة وجيزة، وأنتم قدها وقدود. شير، أي واحد يشوف الفيديو يدخل على الفيديو يستفيد منه، شير، سو شير على الواتساب، على السوشيال، أخبر الناس. في طلاب كثير يحتاجون المحتوى المفيد هذا، فلا تبخل بالشير. اللي ما يسوي شير ترى بزعل عليه، فالله الله بالفزعة، لا تقصرون بالشير والمشاركة. طيب، نقول بسم الله ونبدأ بشرح الوحدة الأولى في كتاب سوبر جول نمبر 2 إنجليزي ثاني متوسط الفصل الدراسي الأول. يونيت نمبر 1، Are you here in on vacation؟ هل أنت في إجازة؟ هل أنت في break أو إجازة، رحلة إجازة؟ طبعا الوحدة هذه تتكلم عن السياحة وزيارة أماكن أخرى، كيف تتصرف، كيف تتكلم، كيف تخاطب الفندق، كيف تتكلم عن كل ما يتعلق بالسياحة والسفر خارج البلد. طيب، نقول بسم الله، نقرأ المحادثة. طبعا هذا مثل ما نشاهد نزيل في الفندق، وهذا موظف الفندق، وبينهما محادثة. خلونا نقرأ المحادثة ونشوف ماذا حصل بينهما. طيب، يبدأ المحادثة موظف الفندق: Are you here for the festival؟ فقال له الفستيفال يعني المهرجان، وكما هو واضح فيه هنا International Writers Festival، المهرجان، مهرجان الكتاب الدولي. فسأله، فرد عليه فقال له Yes، نعم، I am، My name is Gene Foreigner or Foreigner. طبعا الأسماء تختلف النطق من مكان إلى مكان. فقال له How do you spell your last name؟ كيف نتهجأ اسمك؟ فقال له طبعا بالكابيتاليزيشن، بالحروف الكبيرة وبينها ما مسافة، هذا معناته أن يقرأها حرف حرف F-O-U-R-N-I-E-R. فهذه ملخص المحادثة هنا. طيب، خلونا نشوف المحادثة اللي على اليمين هنا. فقال واضح أنهم يعرفون بعض الاثنين هذولا، فقال لهم It's good to see you Colin، يعني سعيد برؤيتك Colin. فرد عليه هذا يقول لك How are you؟ فقال له Fine thanks، أنا بخير. How about you؟ وماذا عنك؟ طيب، خلونا ننتقل للمحادثة الأخيرة في الأسفل هنا. فهذا أيضا واحد زائر للمهرجان كما هو واضح في الصورة، ويسأل الشخص موظف الفندق، فيقول له Excuse me where is the restaurant؟ لو سمحت وين المطعم؟ فقال له Behind the elevators، خلف المصعد، on your right، على يدك اليمين. خلونا ننتقل للصفحة اللي بعدها، وهذه أكثر من محادثة بين أكثر من شخص. طيب، هذا واضح أنه يعرف الاثنين على بعضهما، فيقول لي، هذا اسم لي، من واضح من الوجه لي اسم شرق آسيوي، يبدو صيني أو ياباني. لي I would like to introduce you to Joe، أنا أحب أعرفك على جو، هذا جو. فقال له Nice to meet you لي، تشرفت بلقائك. رد عليه Nice to meet you too، وأنا أيضا تشرفت بلقائك. طيب، نشوف هذه، طبعا هذه محادثة قصيرة بين صديقين واضح. فقال له Bye take care، مع السلامة، أنت بنفسك. فقال له Good night، تصبح على خير، See you tomorrow، شوفك بكرة. طيب، المحادثة بين الشخص هذا كما هو واضح لبسه من الهند، وهذا من السعودية. طيب، هذا شو يقول؟ I am فارس، أنا اسمي فارس. I'm from Saudi Arabia، أنا من السعودية. Where are you from كيتان؟ اسمه كيتان. فقال له Well I was born in Mumbai، أنا ولدت في مومباي. But I was raised in New Delhi، ولكن ترعرعت أو نشأت في نيو دلهي. And I still live there، ولا زلت أعيش هناك. طيب، هذا الشخصين هذولا. طيب، يقول لك My name is Robert Atkinson،
أنا اسمي روبرت أتكنسون but everyone calls me Bob، ولكن الكل يناديني بباب. طبعا موضوع اختصارات الأسماء شيء معروف بالثقافة الغربية، دائما يختصرون الأسماء إلى أصوات صغيرة، فروبرت صارت باب. طيب فرد عليه هذا قال له هاي باب I'm Francisco Ramirez، يعني واضح أصلا من الاسم والشكل من أسبانيا أو من أمريكا الجنوبية، but my nickname is Panko، ولكن النيكنيم حقي Panko، يعني حقيقة اسم جميل Panko ولطيف على الإذن. طيب الصفحة الثانية grammar، القواعد simple present of the verb be، المضارع البسيط وكيف نستخدم الverb to be في المضارع البسيط. I'm on vacation، أنا في إجازة. Riyadh is in Saudi Arabia، الرياض في المملكة العربية السعودية، وهاتين الجملتين بصيغة المضارع البسيط. وكما عرفنا أن المضارع البسيط من له عدة استخدامات، منها الحقائق، وهذه حقيقة وهذه أيضا حقيقة. طيب كيف الأسئلة بالمضارع البسيط؟ Are you here on vacation? Yes, I am. إذا كانت بالaffirmative، إذا كانت بالnegative، No, I am not. Is Ahmed? Yes, he is. No, he is not. Is it very, very cold? Yes, it is. No, it's not. وهكذا دائم. Is it? It is. Is he? Ahmed, he. Yes, he is. Are you? Yes, I am. وهكذا. طيب. Information questions، أسئلة المعلومات، how what when where who why. طيب how are you doing، how plus are، هذه مختصرة تصير how are، fine thanks. What are your names، طبعا هذه واضح أن السؤال موجه لأكثر من شخص. names أسماءكم، ما هي أسماءكم، فلاحظوا الإجابة. My name is Saud and his name is Ali، واسمه علي. When's the festival، اختصار when is، يعني متى يكون المهرجان. It's in February، في شهر فبراير. طيب who's that tall man، who's اختصار لي who is، من هو ذلك الرجل الطويل. That's my uncle، هذاك عمي. Where are you studying أو why are you studying، لماذا تدرس. Because we have a test، لأن عندنا اختبار. طبعا هذه محادثة ومبنية أيضا على الدروس، الدرس السابق، وأسئلة حول شخص يقابل شخص آخر في احتفال أو مهرجان الكتاب. طيب هنا الظاهر يبدو أنها سؤال، شخص يسأل والآخر يجيب، فواضح انه نستخدم هنا، نكتب هنا Are you here on vacation؟ هل أنت في إجازة؟ No I am here for the writer's festival، لا أنا لمهرجان الكتاب. طبعا يكمل الطالب هذه الفراغات ويتدرب عليها ويجتهد في حلها بشكل صعب. طيب ننتقل للصفحة اللي بعدها، نفس الطريقة، هذا تمرين لتشجيع وتدريب الطالب على الverb to be واستخدام المضارع البسيط في الأسئلة. وهنا محلولة Are you Dr. Phillips؟ A No I'm Luke Robbins. طيب Let me introduce you to my sister، دعيني أعرفك على أختي أمينة. طيب مثل ما عرفنا أنه شخص تعرف على شخص آخر، بالتأكيد إنه بيقول له nice to meet you، تشرفت بلقائك، فهذه حلها سي، ويكمل الطالب بقية التمارين. طيب ننتقل للصفحة اللي بعدها desk clerk can I help you، وش أساعدك فيه إبراهيم. yes please، نعم لو سمحت. I have a reservation، أنا عندي حجز. طبعا هذه محادثة بالفندق، تقدر تبدل لو كنت سافرت تقدر تستخدم هذه الجمل لمساعدتك في الفندق والتخاطب مع الفندق. فقال له نعم عندي حجز واسمي إبراهيم غزالي. طيب فقال له Are you here for the conference، هل أنت علشان هنا الاجتماع. قال لا أنا I'm here on vacation with my family،
أنا هنا إجازة مع عائلتي. How do you spell your last name؟ كيف نتهجأ اسمك الأخير؟ J-H-A-Z-A-L-I يخبرها الاسم، وهذه مشكلة الأسماء المختلفة دائما بحسب اختلاف الثقافات، صعب أنه ما يعرف وشو غزالي، ما يعرف وشو الفلان وهكذا. لابد أن الزائر والضيف الفندق يخبر الموظف بسبيلنج الصحيح لاسمه. طيب Yes Mr. Ghazali, how long are you staying with us؟ طيب أوكي، حياك الله يا مستر غزالي، لمدة كم أنت جالس معانا؟ فقال له 4 days، 4 أيام. فقال له please fill in this form، لو سمحت عب النموذج هذا. و may I have your credit card please، تعطيني بطاقة البنك لو سمحت. فقال له here you are، تفضل. قال له thank you. Room 705، الغرفة 705. 705 طبعا باللغة الإنجليزية لما نقول O بالأرقام تعني صفر. 705 705. Here's your key card، تفضل هذه بطاقة الغرفة. Have a nice day، استمتع بيومك. Thank you. Oh excuse me، واضح أنه نسى حاجة ولا. فقال له Where can I find out about city tours، كيف أعرف عن سياحة المدينة أو أشخاص اللي يقدمون باكيجات أو حقائب سياحية أو برامج سياحية. فقال له With the concierge، he's at the desk to the right، قال له الشخص المسؤول عن السياحة تلقاه على المكتب هذاك على يدك اليمين. طيب ننتقل للصفحة اللي بعدها، the places، the place to stay، المكان الذي نجلس فيه، وواضح انه هذه قطعة عن جنوب المملكة. طيب انا بقرأ لكم الجزء الاول هنا ونترك الجزء الاخير الوسطي والاخير ان شاء الله لكي لا تكون الفيديو طويل جدا عليكم. طيب the place to stay يعني المكان اللي نجلس فيه او نستمتع فيه. Many young people traveling around the world are backpackers or students on low budget. يعني كثير من الأشخاص young people، أشخاص الشباب اللي يسافرون حول العالم. backpacker يعني عندهم شنطة خلفية صغيرة، ما هم أو طلاب. low budget يعني ميزانيتهم بسيطة وصغيرة. they want to see the world، يبون يشوفون العالم. But they cannot afford to pay for regular hotels. يبون يشوفون الدنيا لكن ما يقدرون يدفعون للفنادق المعتادة. So youth hostels are the perfect solution for travelers without a lot of money to spend. Youth hostels اللي هي بيوت الشباب، معناتها youth hostels بيوت الشباب، are the perfect solution for travelers without a lot of money to spend. Today there are more than 4,000 hostels in over 80 countries. في أكثر من 4,000 من بيوت الشباب في 80 دولة. طيب علشان تتضح الصورة، ممكن بعضكم ما عمره شاف بيوت الشباب، أو هي أماكن للإقامة بشكل اقتصادي، ودائما عادة يكون مجموعة من الأشخاص في الغرف، وهكذا أشكال غرف الشباب تكون رخيصة جدا وتكون في كل مدينة حول العالم، تقريبا معظم الدول فيها يكون الأسرة بشكل بسيط، وعادة تكون أكثر من طبقة، وتكون للسياح ذو الميزانية القليلة، وهي مرغوبة في لكثير من الأشخاص حول العالم. طيب نرجع للقطعة. And the Saudi Arabian Youth Hostels Association اللي هو اتحاد أو تحالف بيوت الشباب السعوديين SAYHA offers accommodations in 21 cities across the kingdom. عنده يوفر إقامة في 21 مدينة من مدن المملكة. طيب نخلي القطعتين هذولي لفيديو آخر إن شاء الله. لا أوصيكم بليز
شاركوا الفيديو، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نبي فزعتكم، خلوا القناة تتحرك، خلوا الفيديو يصل لأشخاص محتاجين، ربما طلاب وطالبات لا يعلمون أن هناك شرح مبسط وسهل وصوت واضح. فالله الله فزعتكم، شير على الواتساب، شير على السوشيال، شير على أرسل لزملائك وأرسليه لزملائك زميلاتك. فالله الله بفزعتكم، وسوي شير للفيديو. شكرا لكم، و see you next، إن شاء الله see you later in another video. bye bye.